الألم مزعج، الألم بيخلي الإنسان ما يعرفش ينام. في دراسة قالت إن مسكنات الألم تؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية. إحنا بنعالج الألم عندما يكون السبب الأساسي للألم غير قابل للعلاج في فترة زمنية وجيزة. طب أنت بتنامي كويس؟ تقولي لا. طب عندك قولون عصبي؟ تقولي آه. بيجيلك ساعات نوبات صداع نصفي؟ تقولي آه. عرفت إزاي؟ دي كلها على بعضها خلل في الجهاز العصبي. العام بيقول آه، ولاده ممكن يكون ألمهم بيسهروا طول الليل زيه بالظبط. هما بيجوا لي جايبين المريض أو جايبين لي ورقه مش قادر يتحرك، يقولوا إحنا زيه ما بننامش، إحنا بقينا كده. الدكتور خالد عبد الحميد، أستاذ علاج الآلام المزمنة جامعة القاهرة، مؤسس ورئيس جمعية أطباء الألم المزمن المصرية. أستاذ علاج الآلام المزمنة جامعة القاهرة ورئيس القسم الأسبق، رئيس جمعية أطباء الألم المزمن المصرية، عضو الاتحاد الدولي لدراسات الألم، صاحب العديد من المقالات والإصدارات الدولية، استشاري علاج الآلام التداخلي بالعديد من المستشفيات الكبرى بالقاهرة. ثلاث حقائق عن الانزلاق الغضروفي اتغيرت مع الوقت. أولها الاعتقاد أن معظم المصابين بالانزلاق الغضروفي من كبار السن، والحقيقة أنه بسبب نمط الحياة الوضع اتغير، وبقت الإصابة بأمراض العمود الفقري ما بتفرقش بين سن كبير وسن صغير. مش بس كده، الإحصائيات بتقول أنه متوسط الأعمار المصابة بأمراض العمود الفقري من سن 30 إلى 50 سنة. الاعتقاد الثاني أن مشاكل الظهر معظمها للبدناء، والواقع أنه حتى اللي بيعانوا من النحافة معرضين للإصابة بأمراض العمود الفقري، لأن أسباب الإصابة متعددة والوزن مش هو العامل الرئيسي في الإصابة. الاعتقاد الثالث أن كل الإجراءات الطبية لمعالجة العمود الفقري مؤلمة ومخيفة، والحقيقة أن التقدم الطبي والعلمي وكمان التقني سهل كتير جداً علاج كل مشاكل العمود الفقري، وخلى كل المخاوف من الألم في علاجها جزء من الماضي. اهلا بيكم، النهارده يوم مهم جدا، وحلقه من حلقاتنا اللي احنا بنستعد لها وبننتظرها لفتره طويله. قيمه علميه كبيره جدا، واحد من رواد مجال علاج الالم النهارده هيكون في الناس الحلوه. والموضوع اساسا يعني احنا لينا فيه السبق الكبير، لانه مفيش اي برنامج في الوطن العربي بيتكلم عن هذا التخصص غيرنا، احنا بس اللي بنتكلم في هذا المجال. مجال في رواد كبار جدا في المنطقة العربية، بل احنا نعتبر من الرواد العالميين في علاج الألم، لأنه مش من السهل أبدا إتقان المجال ده. عايز نوعية مخصصة معينة من الأطباء بيجمعوا ما بين المهارة التشخيصية اللي هي مهارة الباطنيين في الأساس، وأيضا نسبة خبرة كبيرة جدا في عالم الجراحة، في عالم التشريح، لأن أنا بدخل في أماكن عايزة فهم ودقة شديدة في أن أنا عارف أنا فين بالظبط. بعالج مشاكل الغضروف، بعالج مشاكل عصب سابع خامس، مشاكل عصب الخامس تحديدا، مشاكل عايزة فهم تشريح. التكنولوجيا بتلعب دور كبير، لأنه لما دخلت الأشعات ودخلت الحاجات اللي بتوريني أنا فين، المناظير الصغيرة بينت لي جدا جدا التردد الحراري، تكنولوجيا. إذن لازم اللي يدخل التخصص أو يتعامل في التخصص ده لازم يتقن الثلاث حاجات دول: تعامل مع التكنولوجيا، فهم التشريح بشكل جيد جدا، البطنة والباك جراوند، إن أنا أعرف أشخص. طيب علاج الألم أو مشاكل الألم مشاكل عنيفة جدا جدا ومتنوعة، لأنه كتير قوي أنه مثلا يكون الألم مثلا بسبب الانزلاق غضروفي، ما هو كلنا بقينا بنتحرك غلط وبنقعد غلط وبنشيل غلط، فبقت المشاكل كتيرة، ظهرك بيوجعك. شوف، بص الكابتن ده قاعد ازاي، متني الكرسي نفسه، ما قاعد على طول على الكرسي، قاعد قاعدة غلط، ما تاني دراعه تاني. وطبعا الكرسي هو حياتنا، الكرسي اللي هو من الشغل للبيت للعربية للشغل للبيت للعربية، أنا قاعد وفي الآخر أشتكي إن ظهري بيوجعني.
وكلنا ظهرنا بيوجعنا لان كلنا بنقعد غلط. كراسي نص البلد بايظه، كراسي كلها في الشغل، كرسي بتاعك متني ومعمول كده وانت مكسل تغيره، بتقعد في الكافيه اساسا كراسي الكافيهات كلها تجيب وجع في الظهر. كرسي اللي انا قاعد عليه ده انا طلبت يتغير 500 مره، ما عادش بيسمع كلامي وبيغيره لي ليه؟ غلط. عشان اقعد صح لازم يبقى لايزر في الظهر. لك لا، عشان يبقى اشيك. يا عم انا مش عايزه اشيك، انا عايزه اكثر صحيا. لكن الديكور، مهندسين الديكور بتوعنا لا، قالوا لي لا لازم يكون اشيك. فالمشكله هتبوظ لي ظهري، لولا ان انا بس بلعب رياضه فمحافظ شويه على ظهري، لكن انا ساعات بنسى وبروح اعمل كده، وده غلط. هي ده ده ضيفي بيقدر يعالج الكلام ده، لان الالم مزعج. الالم بيخلي الانسان ما يعرفش ينام. وعلى فكره في دراسه قالت ان مسكنات الالم تؤدي الى الاصابه بنوبات قلبيه. فبقت الكلمه الحبايه اللي انا اقدر اخدها من غير ما اروح لدكتور يظبط لي المشكله بالفعل ويعالجها لي بحبايه مسكن الالم، قد يكون الثمن فيها غالي، ممكن ادفع الثمن ازمه قلبيه. فخلي بالنا احنا بصدد التعامل مع تخصص مهم جدا اسمه تخصص علاج الالم. الناس اللي عندها اورام وبتتالم بسبب الاورام ربما تكون الحاله تيرمينال، لكن ما ينفعش نسيبهم في هذه الحاله. ده كونسبت مهم جدا في العالم وبدا يتفهم في مصر جدا، انه الحاله ورم في مرحلته الاخيره، الراجل عايش تمام، مش هنقدر نعالج الورم نفسه بشكل، بس لازم نعالج الالم. ما ينفعش نسيبه بيتالم. مين المسؤول عن ده؟ تخصص مهم جدا اسمه علاج الالم. هذا التخصص احنا لازم نقرب منه ونفهمه بدقه شديده جدا، ونفهم هذا الابداع وهذا العلم الراقي جدا في كل مناطقه ومناطقه كثيره جدا. النهارده بيسعدنا ان يكون معنا واحد من رواد هذا العلم، اسم كبير للغايه في عالم علاج الالم على المستوى المصري والاقليمي، اسم بنفتخر بانجازاته بالابحاث والاداء الكلينيكي، لانه شال على عاتقه تعليم الناس هذا البرانش اللي في سنين فاتت. دلوقتي الناس كلها عارفه دلوقتي، وما شاء الله الموضوع يعني على المستوى الثقافي كبر وتفهم قيمه البرانش ده، لكن زمان كانت في ناس كتير قوي من لهم ده دكتور علاج الم استغربوا، لكن دلوقتي بقى الدور كبير جدا. تعالوا نفهم النهارده ونرحب بضيف العزيز الرائد القدير نازل المجال، طبعا القيمه العلميه كبيره، الاستاذ الدكتور خالد عبد الحميد، استاذ علاج الالم المزمن بكليه الطب جامعه القاهره، والمؤسس ورئيس جمعيه اطباء الالم المزمن المصريه، واستاذ علاج الالام المزمنه من كليه الطب جامعه القاهره، رئيس القسم الاسبق وعضو الاتحاد الدولي لدراسات الالم، وصاحب العديد من المقالات والاصدارات، واستشاري علاج الالم التداخلي بالمستشفيات الكبرى بالقاهره، الاسم الكبير. منورنا يا فندم بالزياره، يعني بننتظرها وسعداء جدا. انا الاسعد. خلينا نبدا الاول باهميه وجود تخصص علاج الالم، مش نقول اهميه فهم الناس لهذا التخصص. طبعا انا اشكرك على المقدمه، انت يعني وفرت عليا مجهود كبير ان اشرح للناس يعني ايه علاج الم. انا هحكي لك حكايه. اول ما فتحت عيادتي الخاصه في التسعينات، واول مريض دخل. ماشي عليك يا باشا. لا معلش يا شباب، يعني ما شاء الله دي الحقيقه. فاول مريض دخل فقال للسكرتيره، شاف اليافطه طبعا على باب العماره، ودخل قال للسكرتيره طيب انا لو عندي الام التهاب في الزائده الدوديه اجي للدكتور خالد يعالج لي الالم وما اعملش العمليه؟ فدخلت قالت لي، هي مش عارفه الاجابه، قلت لها هاتيه فورا. فدخل المريض فهمته طبعا. فمجال علاج الالم مش معناها ان انا اقدر ازيل الالم واسيب المرض الاساسي. احنا بنعالج الالم عندما يكون، او نتدخل كاطباء علاج الم عندما يكون السبب الاساسي للالم غير قابل للعلاج في فتره زمنيه وجيزه، والالم بيؤرق حياه المريض، ما بيخلوهوش ينام، ما بيخلوهوش يشتغل، ما بيخلوهوش ياكل، بيحوله الى مريض الم مزمن بشخصيه طبعا فيها انكزايتي واكتئاب وكل حاجه في الدنيا، او في امراض اخرى، امراض الم هنتكلم عليها دي بتاعتنا بقى لوحدنا. فاحنا بنتعامل مع الامراض التي تسبب الام وغير قابله للشفاء التام في فتره زمنيه وجيزه، وفي امراض الم بتاعتنا لوحدنا. هنتكلم على ده وهنتكلم على ده بالتفصيل. لكن لما نيجي نبص للالم نفسه،
كسنسيشن، كنوع من الأحاسيس، كيف ينتقل الألم؟ ده سؤال علمي بس نفهمه للناس. وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه. يعني حضرتك لما يكون في ألم بيبقى في مكان وسبب للألم. زي ما سعادتك في الأول خالص قلت الانزلاق الغضروفي، مكان الألم فين؟ الانزلاق الغضروفي، الغضروفي والعصب المغذي للحتة بتاعت الرجل والعرق النسا والكلام ده كله. يبقى في مكان وسبب للألم، وفي عصب ناقل بيشيل الإشارات بتاعت الألم ويوصلها لمراكز الإحساس في المخ اللي هو الحبل الشوكي والقشرة المخية، فالإنسان يحس بالألم. فإحنا كأطباء ألم بنتعامل مع الثلاث حتت دول. ده عشان التبسيط للموضوع، إحنا بنحس الألم إزاي. حلو. طبعاً الباس واي أوف بين سنسيشن ده سؤال مشهور جداً. بقى يبدأ بقى من ريسبتور والمش عارف إيه ويمشي ويطلع في السباينو سلاميك تراكت وقصة كده. أنتوا عارفين يا طلب الطب يعني. أنواع الألم إيه؟ والله الألم اتقسم تقسيمات كثيرة جداً. أشهر تقسيم بقى إن إحنا بنقول في آلام نسيجية اللي هي تكون ناشئة عن أي مشكلة في الأنسجة ما عدا الأعصاب. هي أساساً زي ما حضرتك مثلاً واحد جاله كسر في عظمة، واحد عنده حرق، دي كلها آلام أنسجة. وفي آلام أخرى تنشأ عن الأعصاب زي آلام العصب الخامس وزي آلام عرق النسا وزي آلام ما بعد البتر وزي آلام السكر الديابيتيك بولينيوروباثي. كل دي آلام العصب نفسه هو المشكلة فيها. وزي ما انتم شايفين كده آلام العصبية مكتوبة بالأحمر وزي الكهرباء وزي الحرقان وزي الشكشكة وما بتروحش خالص. لأن العصب الناقل هو نفسه بقى المصاب، فما بالك بقى إحساسك بالألم ده. دي تقسيمة للألم. في تقسيمة تانية للألم، إن إحنا في ألم حاد وألم مزمن. الناس فاكرة إن الألم المزمن هو ألم حاد مستمر، وهذا ليس حقيقي. وده بيقول لنا إزاي أهمية علاج الألم الحاد بأسرع ما يمكن، لأن لو الألم الحاد استمر أكثر من 3 شهور أو 3 شهور فأكثر يتحول إلى ألم مزمن، والألم المزمن في حد ذاته مرض يا دكتور أيمن. تشيل سبب الألم ويستمر الإحساس بالألم. ليه بقى؟ لأنه بقى في مسارات جديدة في الجهاز العصبي غير طبيعية للألم العادي بتاعنا، اتخلقت وفي ريسبتورز اتفتحت، النمضة ريسبتورز والحاجات بقى النيورو ترانسميترز اللي شغالة بتشعل للجهاز العصبي، وصلات كيميائية، وصلات كيميائية والمواد كيميائية بتطلع بقى بتنقل الجهاز العصبي كله بتاعنا، ده بيدي لده وده بيدي لده. فاللي بيدي ده عمال يهيج المسائل، بتحس بألم أكتر. إمتى بيحصل ده؟ لو أنت تركت الألم الحاد لحد ما بقى 3 شهور فأكثر، ما أنتش قادر تعمل عليه كنترول، أو بعض الأطباء يقولوا الآن استحمل معلش وبتاع، لا ده كلام غلط. لأنك أنت لو سبت الكلام ده كله هتحول لألم مزمن، والألم المزمن غير قابل للشفاء التام حتى لو شلت سبب الألم، وصعب جدا علاجه. الحتة تبقى مهمة قوي وعايز أفهمها من حضرتك بالراحة، اللي هو الألم المزمن غير قابل للشفاء التام حتى لو شلت السبب بتاعه وصعب جدا علاجه. جملة أنا حفظتها من أنت أول ما قلتها كده نورت في دماغي. اشرح لنا الحتة دي، أهم إيه خطورة الألم المزمن؟ خطورة الألم المزمن إن هو أولاً مسارات جديدة في الجهاز العصبي. يعني حضرتك هندي مثال، واحد عنده كسر في عظمة الريديوس هنا أو أي عظمة في العظمة دي. ما 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 حاولش إنه يعالج الألم، ما حاولش يرد الجرح، ما حاولش ما حاولش ما حاولش. هو في الطبيعي إن العصب الناقل ينقل للمخ ونحس الألم. مع طول الفترة بتبتدي تحصل إن في بعض المستقبلات في الجهاز العصبي مقفولة ما بتشتغلش، تبتدي تشتغل وتصحى وتنقل ألم. الجهاز العصبي السمبثاوي اللي مسؤول عن الأحشاء وضربات القلب وحركة الأمعاء يبتدي ينقل ألم رغم إنه مش وظيفته. مش وظيفته خلاص. بيسموها إيه؟ سمبثاتيك سبراوتنج، يعني نبتت في الحتة بتاعت الألم بقى سمبثاتيك. تعبير ينبت ده تعبير دقيق جدا. تعرفين يا أولاد تعبير ينبت ده يعني إيه؟ ينبت دي كلمة بتاعت الجيل بتاعنا، يعني يطلع حاجة مش المفروض تطلع. طبعا. يعني حاجة كده، يعني يبقى الجهاز السمبثاوي اللي هو العصب السمبثاوي اللي هو بتاع ضربات القلب، بتاع العرق، بتاع الحاجات الايه اللي مالهاش علاقة بالألم. يبدأ يشتغل نفسه كأنه مواصل يشتغل ألم.
زي ما بيشتغل في الذبحه الصدريه. اه بالظبط. الذبحه الصدريه هو بيشتغل بشكل غير عادي يعني الالم. واخد بال حضرتك؟ فدي خطوره الالم المزمن. الصوره اللي قدام سعادتك دي النموذج ده انا حطيته في احدى المؤتمرات الدوليه، خد يعني سكسيه حلو جدا الاهرامات بالاهرامات بتاعتنا. قلت لهم انا مصري، وان احنا التوتال بين، في حاجه اسمها توتال بين او الالم الكلي، عباره عن جزء اللي فوق في قمه الهرم اللي انت متهالك ان هو ده اللي عامل لك كل الشغل، اللي هو السبب الاساسي للالم. لما بتسيب بقى الالم يبقى مزمن، عندك القاعده الكبيره الخفيه اللي هي بتعمل الام مزمنه، بيزيد عليها بقى ايه اكتر؟ مع طول فتره الالم يبتدي المرضى يجي لهم اكتئاب، يبتدي المرضى يجي لهم توقع للالم، يبتدي ياخد بنسميه ايه كرونيك بين بيهيفير، يعني تعامل الانسان المريض الالم المزمن. احنا بنشوفها كتير جدا، تلاقي واحد زي الصوره اللي بعد كده داخل مقطب الجبهه والحواجب، ما بينامش، سهاد على طول، ما بيكلمش قرايبه، ما بيردش عليهم، ما بياكلش، فيبقى هذا المنظر. احنا مش عايزين مرضى الالم الحاد يتركوا ويبقوا الم مزمن ويبقى هذا المنظر. الناس دي طيبه وغلابه، بنشوفهم بقى كتير، تلاقيه عيني مثلا في المعاشات، في طابور المعاشات. لانه مضطر ينزل يجيب، يعني مش لاقي حد يقبض له، وبتوع المعاشات مش عايزين يقبضوا حد لما يشوفوا الشخص نفسه. مثلا بنشوفها في العيادات، بيبقى قاعد نفس التعبير ده على وشه. بالظبط. انت حضرتك عشان بطيني بتشوف مثلا مرضى السكر، دايابيتك، بنشوف الالم ده بقى بسبب الالم في الرجلين، التهابات الاعصاب بتاعت الاطراف، بنشوفها كتير قوي. تلاقي هو قاعد بيتكلم، بيمستني، مش يعني ما فيش حاجه، ممكن يبقى انت بتضحك معاه هو بالتعبير الوجه ده. تمام. هل ممكن الم يكون ملوش سبب، ما يكونش ملوش جدر؟ ايوه. ده سؤال بقى مهم جدا. اللي انا قلت لحضرتك في اول النقاش بتاعنا ان في امراض الم بتاعتنا، يعني احنا اللي بس اللي نقدر نتعامل معاها ونشخصها، مش محوله الينا من حته تانية، يعني مش مرض اورام او انزلاق غضروفي او حاجات ليها سبب. دي بتنشأ عن خلل في الجهاز العصبي. الجهاز العصبي المسؤول عن الاحساس بالالم ممكن يحس الم بيكون ما يكونش فيه سبب للالم، سبب خارجي، انما هو حسه. ده بيبقى على فكره يعني عامل وراثي، يعني في ناس بتنزل من بطن امهاتهم وهم عندهم الخلل ده. امتى بقى بيظهر الفيلم ده كله والالم ده كله؟ لما يتعرض لحاجه معينه في حياته تقوم مطلعه العفريت من الام. يعني هذا الصوره اللي قدام حضرتك، اللي على الشمال الالم النسيجي او العصبي المستمر يعمل الم مزمن اللي احنا قلنا عليه قبل كده. التاني بقى ده خلل عصبي وراثي. الصوره اللي بعد كده هتورينا بعض الانواع من الخلل العصبي الوراثي. التلاته اللي فوق بيجوا للستات اكتر، اللي هو الالم العضلي الليفي، الفايبرومالجيا، وما ادراك ما الفايبرومالجيا. النبي يا باشا بقى نقف، معلش كده، وقف ده انا أيوه. استفيد من علمك بقى النهارده. المنيل على عينه الفايبرومالجيا دي ايه القصه بتاعته دي؟ دي على فكره تليف العضلي اللي دي كارثه. هو اولا ما فيهاش، هي اسمها الالم العضلي الليفي، مش معناها ان فيها تليف. هو الالم العضلي الليفي يعني الام العضلات والاخشات اللي هي الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو اللي موجوده. الانسجه الضم اللي جنب العضله، الانسجه الضم للعضله. اوكي. واخد بال حضرتك؟ هذا المرض مش مجرد بس الم، هو بيسموه الم في كل الجسم. يعني بتيجي المريضه عندي تقول لي انا عندي الم في كل جسمي، وعملت كل الاشعاعات والتحاليل ومناظير وما عنديش حاجه. اسالها سؤالين ثلاثه، طب انت بتنامي كويس؟ تقول لي لا. طب عندك قولون عصبي؟ تقول لي بيجي لك ساعات نوبات صداع نصفي؟ تقول لي عرفت ازاي؟ هي متلازمه بقى. ايوه، هي متلازمه الفايبرومايلج. واخد بال حضرتك؟ دي كلها على بعضها خلل في الجهاز العصبي المركزي، في الكورتكس، في الهايبوثالامو بيتيوتري ادرينال سيستم. ده اللي هو الاكسس المهم جدا ما بين بتاع الكورتيزول والستريس والبتاع والكلام ده كله، والغدد التابعه للنخاميه. وهي بتيجي في الستات اكتر، وتيجي امتى؟ في سن الثلاثينات اربعينات. طب ليه؟
سن الجواز والحمل والولاده والسهر والاستريس والمش عارف ايه، يقوم طالع الفايبرومايالجيا. واخد بال حضرتك؟ ممكن الفايبرومايالجيا يصاحبها الاعراض الثانيه اللي موجوده في الصوره دي، زي الصداع النصفي او الم الحوض المزمن والمثانه المتوتره، تقول لك انا بروح على التواليت في بالليل 30 40 مره. فدي كلها ممكن تبقى متلازمه وبتتباين بقى في شدتها وفي وجود الاعراض بين مريضه واخرى يعني. بس في حالات طبعا شديده جدا احنا بنشوفها. الحاجات الثانيه زي القولون العصبي وزي الام الالم الموضعي المعقد والام ما بعد البتر. ايه الالم الموضعي المعقد ده؟ ان واحد جاله اصابه بسيطه جدا في احدى يديه او رجليه. يعني انا افتكر كانت ممرضه زميلتنا في احدى المستشفيات وباب الاسانسير اتقفل على صباعها وعملت بتر للحته للعقله، مفروض تخف خلال اسبوعين وخلص الموضوع على كده. لا، دخلت بقى في الم فظيع واحمرار في الايد كلها وقصه يعني الم فوق الشهور. فلما الالم يبقى متعدي الفتره الاساسيه للحاجه تخف في الاطراف بالذات الايدين والرجلين، فكر في الالم الموضعي المعقد. وده برضو ليه خلفيه جينيه يعني، ليه وراثه. بس زي هقول لحضرتك حاجه، في الست دي جالها كده، ممكن انا وانت يجي لنا نفس الاصابه بس ما يجلناش حاجه، يبقى هي كان عندها استعداد. ده اللي احنا بنقوله. الم ما بعد البتر، يا يعني ناس كتير جدا بتعمل بتر سواء في الايدين او في الرجلين وبتعدي الدنيا ويركب الطرف الصناعي ويعيش حياه عاديه جدا، وفي واحد يقول لك لا ده انا الالم مستمر النهار، بالعكس ده انا حاسس بصباع رجلي الكبير بعد ما اتبتر ده بيوجعني وموجود. بنسميها الالام الشبحيه او الفانتوم بين. الفانتوم بين، وكأنه شبح. هو كأن رجله موجوده بتوجعه، هي مش موجوده، تتم بترها. بس عنده ده، عنده خلل في الجهاز العصبي المركزي. هو جينيتك بري ديسبوزيشن زي ما انا بقول، هو انا مهيئ. فجالي الايفنت او جالي الحادثه اللي تطلع القصه دي كلها. اذا ممكن جدا يكون الالم في مكان هو مش موجود، لكن في مكان يمثله أو يعبر عنه في المخ، القشرة المخية. هو الذي يبعث منه الألم في الأساس. طبعاً. إزاي الدكتور الألم يبقى عنده الأدوات لكي يتعامل مع ألم المختلفة؟ أنا قلت من وجهة نظر المتواضعة أنه لازم يكون فاهم جراحة كويس جداً وتشريح كويس جداً وعنده الحس الباطني. طبعاً. أهم حاجة في شغلنا الباك جراوند عن البطنة وتشخيص الأمراض، دي مهمة جدا جدا. واحنا لازم المريض لما بنخش بناخد منه التاريخ المرضي بإسهاب ونفحصه بإسهاب ونشوف أشعاعاته بإسهاب ونتعلم الكلام ده كله كويس جدا علشان نقدر نشخص إيه السبب وبالتالي نتدخل التدخل المناسب. نفس القصة، أنا هتدخل إزاي؟ ما هو مسار الألم. يا إما أشتغل على سبب الألم، يا إما أشتغل على العصب الناقل للألم، يا إما أشتغل على الجهاز العصبي المركزي اللي بيحس بالألم. ما اختلفناش. سبب الالم ممكن ادي ادويه زي المسكنات العاديه او المورفينات او الحاجات دي في الام الاورام، وممكن اخش بتدخلات غير جراحيه، ممكن زي حقن مثلا البوتوكس في علاج الصداع النصفي، زي حقن العصب الخامس والتردد الحراري على العصب الخامس، زي الحقن حول الجذور العصبيه. كل دي في الام الانزلاق الغضروفي، كل دي انا بشتغل على سبب الالم. وبعد كده اجي اخش على العصب الناقل، يا اما ادويه يا بتدخلات. التدخلات نوعين، السدات العصبيه ان احنا ممكن نحقن حوالين العصب مواد زي الكحول والفينول بتقعد فتره طويله زي علاج مثلا الجذور في الاسنان. ممكن اعمل حاجه اسمها تردد حراري وده هنقوله بالتفصيل. اخش بقى على الجهاز العصبي المركزي، برضو عندي ادويه لازم تقلل الهيجان بقى في الالم المزمن، وزي ما قلت لحضرتك المستقبلات اللي عماله مفتوحه على اخرها والحاجات المواد الكيميائيه اللي بتهيج الجهاز العصبي ليها ادويه معينه. وكذلك لينا بقى تدخلات لما احنا بيغلب بقى الغلب فينا ان احنا عملنا ده كله ومش عارفين نسيطر على الجهاز العصبي باحساس بالالم، ان احنا ممكن نركب مضخات للالم خارج او الام الجافيه او داخل الام او تحت الام العنكبوتيه، او نعمل حاجه اسمها الحث الكهربائي للحبل الشوكي او السباينال كورد ستيموليشن، ودي حاجات بقى ادفانسد جدا في اخر المسار. هنتكلم عليها دي في وقت من الاوقات. لكن التردد الحراري اشهر مشهور في عالم التعامل مع الالم، صح كده؟ ايوه.
عايزين بقى نفهم ايه التردد الحراري. التردد الحراري يعالج العصب الناقل. كويس. فانت مثلا عندك انزلاق غضروفي دايس على الجذر العصبي اللي بين الفقره الثالثه والرابعه القطنيه. هو نفسه مصاب وهو نفسه العصب الناقل. فبنعمل عليه تردد حراري. التردد الحراري ده بيقلل الاشارات اللي واصله من العصب للمخ ان هنا في الم. فبيساعدك مع الاجراءات الاخرى، مع الادويه الاخرى، مع الحقن. التردد الحراري ليس الحل السحري للالم. يعني بيجي لي المرضى او يبعتوا لي على الصفحه بتاعتي انا عايز تردد حراري. يا عمي انا لازم افحصك الاول واشوف انت عندك ايه وقررنا انت ليك تردد حراري ولا مش تردد حراري. باشا يا دكتور. والله هم اصل المرضى مرضى الالم المزمن بيبقوا دكاتره كمان، بيبقى غلبان يا عيني ولف كتير بيدور على اي حاجه كلمه جديده. هو انا قصدي بجد انا مش بلومهم، يعني هو بيبقوا من كتر الالم بقى مزمن. بقى له 10 سنين عنده الم، هو فتح بقى وجاب كتب وجاب حاجات من الانترنت وقعد يذاكر. ايوه فبيبقى فعلا يعني عنده معلومات. لا حافظين اكتر مني. لا بيحافظ. فببتدي اقول له بقى ان التردد الحراري ده جزء من كل من منظومه كامله، ان انا لو عندي سبب الالم اعالجه، وانا اعالج العصب الناقل بالتردد الحراري، ممكن نعمل حاجات في الحبل الشوكي وفي الحاجات دي كلها. ده كل الناس تهربت وجعها. فساعات بيبقى في اكتر من سبب في حوالين العمود الفقري. ده كتير بقى. الام الظهر والرقبه، وما ادراك ما الام الظهر والرقبه. كل الناس رقبتها وظهرها 90% من الحالات اللي بتجي لنا العيادات يعني. طبعا اشهر نوع الانزلاق الغضروفي وتزحزح الفقرات، ودول بيضغطوا على العصب او على الجذر العصبي اللي طالع من الحته دي وتعمل الام اللي هو عرق النسا. زي بس الصوره دي مثلا بتبين ان عندي الفقرات العنقيه والصدريه والقطنيه عليها دايره اكثر لانها شايله العماره كلها. فده بيجي لهم طبعا الانزلاق الغضروفي والتزحزحات والحاجات دي كلها. في حاجات كمان زي التهاب التمفصلات الجرفقريه، وده سبب 40 ل 50% من الام الظهر، اللي هي الام الظهر بس اللي ما فيهاش عرق النسا، الفاسيت ارثرايتس. دي 40 ل 45% من الالام. في حاجات تانية زي العضلات، ما انت عندك عضلات وعندك اربطه، تشنج وتصلب والتهاب العضلات دي ممكن تعمل كلها. ده مشهور قوي. زي اورام. جميع الحاجات دي ممكن تبقى مع بعضها. يعني ممكن يبقى في انزلاق غضروفي وتمفصلات جرفقريه وتشنج العضلات. في كمان الام ما بعد عمليات. المفصلات دي صعبه شويه يا باشا. لا الفاسيت ارثرايتس. الفاسيت اللي هي التهاب المفاصل. الفاسيت ارثرايتس. فيري كومن. احفظوها بقى تمفصلات. تمفصلات. لانها مفصل صغير يعني. مفصل هنقول ايه؟ فانت ممكن تلاقي كل ده في العيانين اللي هم المرضى اللي بيجوا لنا بعد عمليات الظهر. تثبيت الفقرات اللي بنسميه الم ما بعد عمليات الظهر. او البوست لامينكتومي سندروم. الجراح بيعمل العمليه ومية مية، والغضاريف في مكانها والمسامير في مكانها وكل حاجه. بس والمريض بيشتكي. وشكوى اكتر من الاولاني. بيجي لنا بقى طبعا بيكون راح للجراح بتاعه، الجراح يقول انا العمليه بالنسبه لي كويسه. الخناقه بقى المشهور. انا العمليه بتاعتي كويسه. بعد الخناقه هو راح له. وعلى فكره عمليه كويسه، والعيان استفاد جدا انه ما حصلوش، مش هيحصل له مضاعفات على مستوى الحركه وعلى مستوى الضعف. فالعيان ان شاء الله يستفاد، بس الم موجود. الالم موجود. ده الام ما بعد عمليات الظهر. فيها كل ده. واشهرهم طبعا وجود الالتصاقات اللي بتحصل حوالين جذور الاعصاب اثناء العمليه. نقط الدم اللي بتنزل، طبعا مفيش اي حد جراح هيمنعها يعني. بتيجي حوالين الجذر العصبي في المنطقه اللي بيشتغل عليها وتعمل تليفات. الهواء نفسه لما أيوة. الاير اكسبوجر بيعمل التليفات. بيعمل التليفات. التليفات دي التهابات. وتطلع البروستا جلاندين اي 2 والبتاع والحاجات دي كلها. تعمل المشكله. كاسكيد بتاع الانفلاميشن. كاسكيد ده كله بقى انفلاميشن. عشان كده شلال بيسموه شلال. شلال لانه الماده بتطلع ماده، ماده بتعمل تفاعلات تطلع ماده ثانيه، ويبدا كل المواد الالتهابيه تبدا تطلع ورا بعضها. عاملين زي يعني غوغاء. والله المواد الالتهابيه دي عامله زي بالظبط الغوغاء. هي كاسكيد بيبتدي وشغال بقى. ده الغوغاء يعني ايه؟ لما حضرتك ايام ثورات ربنا يعني ما يوريها لنا الحاجات اللي هي الهبله دي، اللجان الشعبيه. اللجان. كان مثلا ايه 3 4 5 يطلعوا يعملوا بتاع 30 40 يطلعوا وراهم، 50 60 يطلعوا ورا ال 30 ويكسروا بقى، ده يكسر فده يقلده يكسر. هم المواد الالتهابيه كده. تشبيه سليم 100%. مواد التهابيه غوغاء مكسرين.
وبيبقى نياتهم كويسه. بس بيهتفوا بس هم نتيجتهم وحشه. على فكره اللي بيحصل في الكورونا بسبب هؤلاء الغوغاء. يعني الكورونا مش كفيروس نفسه كفيروس مش قوي. هو مشكلته انه بيطلع المواد الالتهابيه فبتعمل رياكشن في الجسم فبيعمل كوارث. صح. وعشان كده جاب نتيجه جدا مع الديكساميثازون. الكورتيزون بيقلل الرياكشن. طبعا انتي انفلاماتوري. لان الايرلي ديكساميثازون ده رائع طبعًا. بالنسبه لي طبعا. حلو. ايه تاني؟ احنا ما زلنا في الم الظهر. نيجي بقى على السبب الشائع والرئيسي اللي هو الانزلاق الغضروفي. كان في صوره موجوده يا ريت نعرضها تاني. ايه الانزلاق الغضروفي عشان الناس تفهم؟ كل فقره بين كل فقره واخرى في غضروف. اللي على الشمال ده اللي بالازرق ده الغضروف الحلو الطبيعي اللين اللي ما فيهوش اي حاجه خالص. الاحمر لما ابتدى يخرج عن مساره. بيخرج ليه عن مساره؟ بيحصل فيه الاول نوع من انواع الخشونه وفقدان للماء اللي جواه. وينزلق لان الليجمنت اللي حواليه او الرباط اللي فوقيه نفسه بيحصل له ضعف ويفتح يقوم طالع بره داخل على القناه الشوكيه زي ما احنا شايفين في الرنين اللي على اليمين. السهم ده بيوريك ان الانزلاق الغضروفي لو انت بصيت على الغضروف اللي فوق هتلاقيه فيه بعض البياضه اللي هي الميه اللي في النص ده. اللي تحت ده فيه خشونه جامده جدا وفي انزلاق داخل على القناه الشوكيه ودايس على الاعصاب اللي هي موجوده في الجزء الابيض اللي هو اللي على يمين الصوره. ده بيقوم دايس على العصب ده على الجذر العصبي ده يسمى عرق نسا في الرجل. لان الاعصاب بتاعه الرجل هي كلها بتنشا من مجموعه من الجذور العصبيه. وبيبقى بقى بياخد الجزء اللي هو بيكونه هذا الجذر العصبي. يعني لو ال 4 الرابع القطني يبقى ياخد المسار بتاع ال 4، لو 5 ياخد المسار بتاع 5 وهكذا. ده الانزلاق الغضروفي. ويبدا مراحله بقى. المراحل بتحدد نعالج ازاي. انا نفسي بس نحط ثقافه يا دكتور ايمن. الانزلاق الغضروفي الحاد اللي هو من اول ما يبتدي لحد 6 شهور. احنا كعلاج الم احنا ممكن نساهم جدا جدا في ان احنا نقلل معاناه الناس دول. لان السبب الرئيسي اللي بيخلي المريض يعمل عمليه وممكن ينزلق الى الم بعد عمليات الظهر الالم. فانت لو قدرت تسيطر على الالم ودخلت المريض في تأهيل وعلاج طبيعي كويس. الغضروف معظم الغضاريف بتبقى صغيرة وطرية وتترد شوية 2 لـ3 ملي وتنتهي المشكلة على كده. ولا نكلفوش يعمل عملية فيها ريسك ان هو ممكن يجي ممكن يكون سنه صغير. هو اللي حصل له ممكن يكون شال حاجة تقيلة بس كده. ومشكلته الألم. يعني ما عندوش لا ضعف في العضلات ولا عدم تحكم في البول. طبعا لما بيجي لي مريض عنده انزلاق غضروفي واكشف عليه، عشان كده لازم اكشف عليه كويس جدا، والاقي عنده ضعف في العضلات اقول له اطلع على الجراحة على طول، انت لازم تعمل عملية. او يقول لي انا مش قادر اتحكم في البول اقول له اطلع جراحة على طول. عشان كده المنطقة دي مهمة جدا ننبه عليها. اللي عنده ألم حاد او انزلاق غضروفي حاد ينبغي ان يدخل في منظومة علاج الألم. ايوه مبكرا، لانه هياخد شانس كويسة، هياخد فرصة كويسة جداً. طبعا انه احنا نقلل له الألم ده يخش في العلاج التأهيلي. بالظبط كده. هنتقل من المنطقه المثيره دي لانها لوحدها عايزه حلقات. لا، في حاجه عايز اتكلم عليها كمان. التبخير وشفط الغضروف. ده كلام مهم. اللي هو الديكمبريشن والكوبليشن. في صوره ليهم. امتى نعمل تبخير وشفط الغضروف؟ يعني هي حتى الكلمه بتقول تبخير. التبخير يعني الاقي ميه ابخرها جوه الغضروف. ما اجيش انا على غضروف يكون اسود سواد الليل والخشونة فيه عالية جدا وأقوم عامل أقول له أنا هعمل لك تبخير. هتبخر إيه؟ ما هو مش هيتبخر. هو الشفط والغضروف بنخش على النواة بتاعت الغضروف، يا إما نشيل جزء منها بالشفط أو نبخر جزء منها. يقوم يحصل إيه؟ يحصل نيجاتيف بريشر، يحصل الضغط يقوم شافط الشوية اللي منزلق ومدخله. يبقى علشان نعمل شفط أو تبخير أو زي ما الصورة زي ما أنت شايف حضرتك اللي على الشمال بالسهم ده بيقول لك الميه اللي في الغضروف ما اقدرش ابخر الا في وجود ميه. ابخر ايه؟ اللي على اليمين في اللي فوق خالص ده النورمال الطبيعي. اللي تحت اللي ممكن اعمل فيه شفط او تبخير، اللي تحتيه على طول اللي ممكن اعمل فيه شفط او تبخير، في شويه ميه
وحتى الغضروف مش منزلق في القناة الشوكية قوي. اللي التالت بقى ده لا يصلح فيه شفط أو تبخير لأنه سواد الليل ومنزلق في القناة الشوكية. فنعرف أن هذا الغضروف قد تكلس بالكامل وخلاص مفيش أي نسبة مية. يا إما يروح يعمل جراحة، لو هو رافض الجراحة أو في مشاكل في التخدير أو في الحاجات زي كده بيجي لنا احنا برضو نسكن له الالم لفترات طويله بدل ما ياخد المسكنات اللي حضرتك قلت عليها، وبيكرر علاج الالم سواء حقن او تردد حراري الى ان يحين الوقت ان هو يعالج الانزلاق الغضروفي علاج جراحي اذا كان مناسب له ان إذا كان هو له يعمل يعمل عمليه يعني. ننتقل الى العصب الخامس. العصب الخامس واحد من الالام طبعا الخطيره والمزمنه والمخيفه، وطبعا في مريض السكر. والغريب برضو ان العصب الخامس التراجمنا النيورالجيا ممكن يحصل من غير سبب، من غير سكر ومن غير حاجه. معظم الحالات اللي هي المبدئيه البرايمري. العصب الخامس الوجهي له ثلاث فروع. فرع بيغذي منطقه العين، فرع بيغذي منطقه الصدغ، وفرع بيغذي منطقه الفك. امتى تنشا الام العصب الخامس؟ ممكن تبقى الام مبدئيه، هو مرض في حد ذاته زي ما قلت لحضرتك، يعني ده بتبقى بتاعنا احنا كبتوع الم يعني. طبعا في الاول لازم نجرب الادويه اللي هي بتشتغل عليه، اشهرهم التجريتول، والتجريتول ده هو الاساسي بتاع علاج الالم الخامس. بنوصل فيه لحد 1200 ملي جرام في اليوم لو ما فيش اي تحسن او في اعراض جانبيه، لانه بيعمل هبوط في كرات الدم البيضاء وبعض الاعراض التانية. لازم نفكر في تدخل. نعمل ايه؟ لازم مريض العصب الخامس نعمل له الاول رنين مغناطيسي على المخ عشان نستثني ان هو عنده مشكله عامله له العصب الخامس. اشهرهم الام اس. الام اس اللي هو التصلب المتناسل. مالتيبل سكليروز. لسه عامل واحده حاله ام اس عصب خامس لتالت مره يعني. بتقعد سنتين كويسه وبعملها تاني. هو ريبيشن عند السيرفيشن. واخد بال حضرتك؟ فلازم نعمل رنين مغناطيسي ونستثني ان هو سبب ثانوي. او ساعات كتير جدا بيكون في شريان في المخ ضاغط على النواه بتاعه العصب الخامس جوه المخ، بتبان في الرنين المغناطيسي. وعشان كده انا لما اكتب رنين مغناطيسي لعيان عصب خامس لازم اكتب له كده في الريكوست بتاعي في الطلب، رنين مغناطيسي احتمال الام عصب خامس، من فضلك قول لي في تيومر، في ورم، او في ابنورمال بلاد فيسل، أو عادة موية غير متاعة. عشان يقول لي لا، أقول له تعالى أنت بقيت مبدئي، تعالى أعمل لك تردد حراري. أنت مبدئي يعني ملوش سبب. ملوش سبب. وإحنا ما بنعملش التردد الحراري كمان في السنين الصغيرة. يعني في العصب الخامس لو واحد عنده 40 سنة أو كده يعمل الديكمبريشن ده في الأحسن له. إذا كان المشكلة كده. إنما لما بيكون إم إس أو عيان كبير عنده 50 فما فوق بعمل له التردد الحراري. طبعا من الحاجات اللي بتجيب نتائج رائعه وبتبقى فيري سيف وامنه جدا، بنشتغل تحت جهاز الاشعه، بنشوف بالظبط المكان بتاعنا اللي بنخش فيه، وبنعمل الجهاز التردد. بتاخد مثلا الاجراء بتاخد له ساعه والدنيا بتمشي كويس جدا. بيقعد العيان متسكن فتره طويله وممكن يحتاج تاني، لان العصب الخامس المبدئي ليس مرض قابل للشفاء التام، بيرجع تاني. بس احنا بنساعده طبعا وبنقلله الادويه اللي بياخدها. عندنا محطات مختلفه اخرى للالم، اشهرهم مثلا او من اشهرهم بعد العصب الخامس خشونه الركبه. ايوه المفاصل بقى عموما، مفاصل الركبه والكتف. بس الشهيره الركب يا باشا، الركبه ما هي برضه شايله العماره زي زي وكل الناس ركبها بتوجعها. أيوة طبعا. طبعا عشان نفهم ان احنا كعلاج الم بنعمل ايه في الركبه لازم نشوف ان في مراحل لخشونه الركبه. اولا مش كل حاجه في الركبه علاج الالم يشتغل عليها، يعني مثلا لو واحد عنده رباط صليبي، واحد عنده غضروف هلالي، انا ماليش دعوه، بيجي لي حالات زي كده دي جراحات. اقول له روح على الجراحه. انما الاشهر طبعا الخشونه الركبتين، ليها درجات، ليها خمس درجات، كل درجه ليها علاج. يعني البي ار بي الشهيره جدا في علاج الركب مش في كل الدرجات دي. يعني لو انت شايف حضرتك اخر درجه للعظمه على العظمه دي، لا طب هتعمل ايه بي ار بي؟ دي عمليه. دي عمليه تغيير مفصل او الجزء بقى بتاع علاج الالم بتاعنا. واخد بال حضرتك؟ احنا كعلاج للركب بنحقن ونعمل تردد حراري في نفس الجلسه. تردد حراري للعصب الناقل، ونحقن بقى في الركبه حسب الدرجه بتاعه الخشونه. ممكن احقن بي ار بي، ممكن احقن برولوثيرابي اللي هي الجلوكوز ال 5%، ده مهم جدا وكويس جدا.
ممكن احقن الماده الجيلاتينيه، ممكن احقن كورتيزون في الـ في الـ في الـ الحاجات المتاخره دي خالص، لان خلاص انا ظهري في الحيطه مش محتاج حاجه، انا عايز احسن الالم. وبالاضافه الى ذلك لازم نعمل تردد حراري. يبقى احنا عالجنا الالم في موضوعين: سبب الالم والعصب الناقل او مسار الالم. العضلات من اشهر الاشياء في الالم طبعا، الام العضلات والعقد العضليه. ايوه طبعا، زي ما قلت لحضرتك الفايبروميالجيا، وما ادراك ما الفايبروميالجيا. قلت لنا تاني الفايبروميالجيا. طبعا تليف العضل العصبي، العضل الليفي. الليفي هو بيتقال كده. واخد بال حضرتك؟ طبعا الفايبروميالجيا او زي ما سعادتك شايف شوف الصوره، حتى الصوره اللي على الشمال انا جايب لك كل الاعراض. كل الاعراض اللي هي القولون العصبي، الصداع النصفي بيبقى معاه، ما بتنامش كويس، الفايبروفوج اللي هو الضبابيه في التفكير، ما بتقدرش تلم الـ 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 المواضيع صح، تيجي عايزه تتكلم مش قادره تعبر عن نفسها. دي على فكره اعراض فيري كومن ان العيان يجي عيانه تيجي تقول لك عليهم. الاقي واحده ست داخله لي: مالك؟ انا جسمي كله بيوجعني وعملت الاشعات وعملت وعملت، ما فيش. ابتدى الليدنج كويشن دي او الاسئله دي تفسر لك الموضوع. بيتعالج ازاي بقى ده؟ نمره 1 لـ 8 علاج طبيعي لالام العضلات. وايه هي العلاج الطبيعي؟ استرابيوتيك مساج او المساج الطبي، والهيدروثيرابي او الجاكوزي، والعجله الثابته. تخيل يعني بالدراسات هم دول اللي بيجيبوا في الالام اكتر. ونمره 9 العلاج النفسي. المريضه لما بتيجي بقول لها انت عندك كذا، وانت لو دخلتي على الانترنت وشفتي المرضى اللي زيك هتلاقي يعني كتير وبيقولوا البعض ازاي بيتحسنوا. 3/4 التوتر بتاعها بيزول وتبتدي تحس ببعض الراحه. ونمره 10 الادويه، وهم دوايين ما فيش غيرهم اللي معترفين في الوزاره، في منظمه الصحه والغذاء الامريكيه، اللي هم البري جابلين والدلوكسيتين او الليريكا والسمبالطا، هم دول اللي بيشتغلوا ومش دول الاساس. الحاجات اللي انا بقولت لحضرتك عليها دي الاساس في فايبروميالجيا. الصداع اشهر مشهور في العالم. طبعا. الصداع بقى، الصداع فيه 126 نوع للصداع. عشان يبقى عندك علم. ميجرين وتراكشن وهيدرو وهايبرتنشن وكلاستر هيديك. الصداع طبعا زي ما انا قلت سعادتك، في المايجرين اللي هو الصداع النصفي نتيجه خلل في الجهاز العصبي، وده بقى حدث ولا حرج، ده اكتر نوع. وفي انواع ثانيه زي الصداع التوتري، وده كتير جدا، اللي بيسميه كرونيك ديلي هيديك، اللي بيحصل كل يوم، بيبقى يا اما كانه رباط رابط المنديل رابط راسه او تحت حوالين العين. وفي الصداع العنقودي اللي بيبقى حوالين العين. الصداع ده عايز حلقتين ثلاثه هكون معاك فيه. بس المثير بقى ان البوتوكس دلوقتي بقى معترف بيه في منظمه الصحه والغذاء الامريكيه لعلاج الصداع النصفي. بنحقنه في 31 موضع، الصوره اللي بعد كده هتورينا، وبيقعد المريضه او المريض متحسن حوالي من 3 إلى 6 شهور، وممكن يتعاد تاني وتالت، وده علاج كويس جدا وبيدي راحه كويسه جدا. ايه الحالات التانيه اللي علاج الالم بيلعب فيها دور؟ ده بقى حدث ولا حرج. اول حاجه مثلا الام ما بعد البتر، زي ما قلت لحضرتك. دي مهمه جدا. ممكن زياده التعرق بتاع الايدين والرجلين. احنا قلنا ان احنا بنشتغل كل شغلنا على العصب السمبثاوي، فبدل ممكن تنيمه العصب السمبثاوي، بننيمه ونعمل له تردد حراري يهبط. في كمان الام الاعصاب الطرفيه في مرضى السكر. احنا بنروح على العصب الناقل اللي هو البوستيريور تيبيال نيرف والحاجات دي كلها، ممكن نعمل لها تردد حراري والدنيا تبقى كويسه جدا. وطبعا وفي الاخير يعني اللي خلونا نخترع علاج الالم مرضى الاورام، عشان نرسم الابتسامه زي في اخر صوره كده، ده بعد البتر. شوف احنا ما عملنا الشغل، بقت مبتسمه جدا ومركبه الطرف الصناعي، مفيش مشكله. ربنا يعافي الناس. طبعا ربنا يعافيها. على فكره دي الحاجات دي، وده الالم الموضعي المعقد اللي قلت لسعادتك عليه، الاصابه البسيطه اللي تعمل الم شديد وتنتهي باعاقه على فكره لو ما اتعالجتش كويس يعني. لكن مرض يبقى الاورام هي القصه اللي اخترعت علشان اعالجها. يعني اللي اتبنى ده الاورام. ايوه، احنا عايزين نرسم الابتسامه دي، عايزين مريض الاورام حتى لو انت زي ما حضرتك ما قلت في مراحله النهائيه، ان احنا نخليه حتى لو مش في مراحله النهائيه، حتى لو في مراحل العلاج. أيوة طبعا. ما يمشيش في مراحل العلاج وهو مبتدئ، من الاول، من اول دقيقه، فروم دي من اول دقيقه هو ماشي في العلاج، ربنا يوفقه بقى.
نجح نجح ما نجحش برضو مش يعني الحياة كلها كده. آه احنا كلنا بنحسن نوعية الحياة لكن كواليتي اوف لايف مش لازم يحس بألم أثناء حياته ومش إنسانية مش هيومانيتي مش هيومانيتي يعني. طبعا عشان حتى يركز في كل شيء في حياته يعني إذا كان وراه وظائف بيركز فيها إذا كان حتى تيرمينال يعيش الإحساس وأهله ما يبقوش وارد عليه أهله كمان هم يعني بيعانوا أكتر منه يعني. وربنا يعافي الجميع بالظبط لأنه المتألم في مصرنا وفي ترابط الأسري في مصر إن مصر من البلاد فيها ترابط أسري كبير طبعا بيبقى العام بيقول ولاده ممكن يكون ألمهم بيسهروا طول الليل زيه بالظبط زيه هم بيجوا لي جايبين المريض أو جايبين لي ورقه مش قادر يتحرك يقولوا إحنا زيه ما بننامش إحنا بقينا كده فربنا يعافي الجميع إن شاء الله شرف كبير لينا أنا شرف لي شرف كبير جدا لأنه نحظى بشرف مقابلة واحد من رواد علاج الألم في الوطن العربي واسم كبير جدا وكالعادة الناس الحلوة بتنفرد بكل الرواد الطب في مصر مش الرائد ده شرف احنا بنبقى فرحانين بأن القاهرة والناس يعني هي منصة ظهور هذه القمم الطبية الكبيرة اللي ضيف العزيز واحد منها طبعا ننتظر زيارتك دي اكيد لانه كله في حتت من دي يا باشا عايز اسعاد كل واحد عايز حلقه لوحدها يعني الانزلاق الغضروفي ده عايز حلقات لوحدها العصب الخامس عايز حلقات الركبه لوحدها موال الفايبرومالجيا الصداع ده موال المواويل طبعا الدي اس اوعدك اللي جايه صداع وبعدين ده دي اس ده طلع ليك وفيه دور كبير جدا طبعا. لانه هو ما هو الدي اس هو بيبقى ماشي مع الناس بتوع الانترنال ميديسن اللي هو النيورولوجي لكن بيبقى الالم بتاعه مش من ايام الليرمت بين ده الالم صاروخي جاي بيبقى دي اس ام اس بيحسوا بالم اسمه ليرم كانه سلك كهرباء ده العصب ما دي الالم العصبيه الالم العصبيه اللي احنا بنصير كله عامله زي الكهرباء والحرقان والشكشكه كل حاجه نورتنا ده نورك يا باشا ضيف العزيز الاستاذ الدكتور خالد عبد الحميد استاذ علاج الالم المزمن بكليه الطب جامعه القاهره والمؤسس ورئيس جمعيه اطباء الالم المزمن المصريه استاذ علاج الالم المزمن ورئيس القسم الاسبق عضو الاتحاد الدولي لدراسات الالم وصاحب العديد من الاستعارات والمقالات الدوليه استشاري علاج الالم التداخلي بالمستشفيات الكبرى بالقاهره كان في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق يبقى كل متالم له منا كل الحب وكل اهتمام وكل العناية والألم واحد من أقصى الأحاسيس الطبية على الإطلاق واحد من أهم مقاصدنا في الناس الحلوة إن إحنا نثقف الناس في كيفية التعامل مع الألم وأعتقد إن أنتم النهاردة خدتوا جرعة هامة ورائعة في مجال الألم وفهمتوا جزء من الفهرس بقية الكتاب جاي إن شاء الله مع ضيف العزيز شاركوا دايما مع الناس الحلوة.